السلام عليكم. الكثير من مشاكل الكلاود تكون بسبب انه بعض الناس يربط الكلاود حقه برقم معين، بعد ذلك الرقم هذا ما يكون مفصول او يضيع او يقوم بتغييره، بعد ذلك اذا جاي يفك الكلاود يطلب منه رسالة تحقق على الرقم. هذه المشكلة الاغلب الناس يوجدوها في الكلاود. طبعا اليوم جايب لكم حل لاضافة حساب كلاود من غير رقم هاتف، يعني بعض الناس يكون الرقم عنده ما هو ثابت او انه يقوم بتغييره كل فترة وفترة، لذلك يحتاج حساب ما يكون مرتبط برقم الهاتف. اليوم سوف أعطيكم الطريقة الصحيحة لإضافة حساب بدون رقم هاتف. طبعا نحتاج في العملية هذه أن يكون عندنا آيتونز. إذا عندنا تطبيق الآيتونز في الجهاز نستطيع إضافة الحساب هذا فيه. دعوني أريكم الخطوات خطوة بخطوة. بعد ذلك أذهب إلى هنا وأعمل إضافة إيميل عادي، إيميل جيميل. كما تشاهدون هنا عندي البريد، هنا أعمل الحسابات، هنا أعمل إضافة حساب، بعد ذلك اعمل جيميل جوجل، هنا اعمل انشاء حساب، بعدين هنا اكتب الاسم والرمز. طبعا كما تشاهدون هنا اذا اضفت الحساب هنا لازم اركز انه يكون عندي الرمز حقة الايميل، احاول اني اوحده مع الرمز الذي هو موجود في الكلاود علشان لا الخبط فيه. حساب جوجل وحساب الكلاود يكون مع بعض. هنا كما تشاهدون لازم اعمل الرمز الكلاود يكون صعب، لازم يكون فيه ارقام وحروف، وحروف كبيره وحروف صغيره، وايضا حروف ملخبطه وارقام ملخبطه ما تكون مرتبه. بعد ذلك هنا اعمل التالي. هنا عندي رقم الهاتف اختياري اذا اردت اضافته او لا. هنا يكون من المهم ان اذا عندنا ايميل ثاني نعمله هنا اختياري لاسترداد الحساب، اذا نسينا الرمز او حاجه لا قدر الله يطلب مننا الايميل الاحتياطي نقوم باضافته ويطلب يرسل لنا رسالة عليه. هنا نعمل تاريخ الميلاد وهنا الجنس، بعد ذلك هنا نعمل التالي. كما تشاهدون هنا عندي الخصوصية والبيانات، انزل لتحت واعمل هنا موافق. الان حساب الجيميل هنا عندي الايميل جاهز. الان استطيع الذهاب الى الكلاود في الايتونز واضيف حساب جديد في الكلاود. هنا طبعا الخطوة هذه مهمة هنا في الأخير، إذا أردت حفظ جهة الاتصال في الجيميل، يعني حتى إذا أدخلت الجيميل هذا في جهاز أندرويد أحصل جهة الاتصال موجودة هناك إذا عملت له هنا حفظ. الآن هنا كما تشاهدون عندي الايتونز، هذا الايتونز عندي كذا كما تشاهدون. أذهب إلى هنا عندي الحساب، أدخل على الحساب هنا. طبعا هنا عندي تسجيل الدخول، هنا عندي تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. هنا عندي بعد ما ضفت الايميل والرمز، طبعا الرمز لازم يكون صعب، لازم يكون فيه كابيتال وسمول، وهنا بعد ذلك الخيار الثالث هذا اكرره هنا. بعدين هنا عندي المنطقة اذا المملكة العربية، بعد ذلك هنا اعمل موافقة واعمل هنا كونتينيو. هنا عندي اضافة الاسم فيرست نيم، هنا اللقب، وهنا بعدين تاريخ الميلاد. طبعا لازم اعمل تاريخ ميلاد فوق ال 18. بعد ذلك هنا عندي ثلاث اسئلة سرية، اختار السؤال مثلا هذا السؤال، بعدين اكتب هنا الاجابة. طبعا جاء في الانجليزي ولا بالعربي نفس الشيء، لازم اكتب هنا اختار السؤال واختار الاجابة، وهنا الثاني نفس الشيء اختار السؤال واختار الاجابة، وهنا نفس الشيء الثالث اختار السؤال واختار الاجابة. طبعا الاجابة لازم تكون مختلفة، كل جواب لازم يكون مختلف عن الجواب الثاني. اكتب هنا الاسم، بعدين اعمل جواب على الاسئلة السرية الثلاثة، اعمل هنا بعد ذلك continue. طبعا هنا هذه الخطوة اللي قبل الأخيرة. كما تشاهدون هنا عندي يسألني طريقة الدفع، هنا إذا كان عندي طريقة دفع فيزا أو أي حاجة أقوم بإضافتها هنا، إذا ما عندي أعمل هنا نون، بعدين أعمل نون. هنا عندي الاسم، الأدرس هنا عادي أكتب أي حاجة، وهنا برضو ستريت أكتب اسم الشارع أي حاجة أكتب. هنا كما تشاهدون برضو أكتب أي حاجة هنا برضو، مش ضروري أي حاجة. بعدين هنا هنا عندي سيتي، اكتب برضه اي سيتي هنا عادي طبيعي، لانه هنا مش متقرن زي العنوان الامريكي، اذا كان امريكي لازم تختار الولاية ولازم تختار العنوان صح. بعد ذلك هنا البوست كارد خمس ارقام، اي خمس ارقام عادي، خمس ارقام اهم حاجة. بعدين هنا السعودية، بعدين هنا اي رقم برضه، مش اي رقم، لا مش لازم رقم حقيقي، اي رقم تكتبه هنا، هناك فتح بعدين هنا. بعد ذلك هنا ننزل تحت اخر شيء
نعمل كونتينيو هنا. هنا عندي آخر خيار الذي هو تجيني رسالة تحقق على الإيميل هذا، أذهب وأفتح الرسالة وأدخل الرقم هنا، بعد ذلك أعمل شو اسمه تأكيد من هناك وخلاص. هنا كما تشاهدون هذا الإيميل ظهر هنا من أبل، أدخل الرقم هذا اللي موجود هنا، هذا 6 الأرقام، إذا دخلت هذا 6 الأرقام هناك يتحقق. بعدين هنا عندي التحقق. الآن الحساب جاهز، بس في باقي خطوة مهمة. إذا ذهبت إلى نفس الحساب، إذا نفس الآيفون، وقمت بإدخال الحساب، يطلب مني إدخال رقم الهاتف. أنا ما أعمل له، في هناك عندي تحديث، في هناك عندي تخطي، لازم أركز. دعوني أريكم. كما تشاهدون هذا عندي الحساب، أعمل هنا تسجيل دخول. هنا عندي أمان أبل أي دي، هنا في متابعة لإضافة الرقم، هنا عندي الخيارات الأخرى، أعمل له عدم ترقية. طبعا كل ما أدخل الحساب يطلب مني ترقية، أعمل له عدم ترقية فقط، ويشتغل الحساب طبيعي ما في أي حاجة، من غير رقم، من غير أي حاجة. كما تشاهدون هنا عندي الآن شغال طبيعي ما في أي شيء، أستطيع الدخول والخروج فيه في أي وقت. أهم حاجة إذا طلب مننا متابعة لتحديث الرقم، أعمل له تخطي وخلاص.